Hello and welcome to the 7 o'clock news from Bahrain International. I'm Samer Ajawi. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa patronized the 11th edition of the Bahrain First Festival, organized by the Ministry of Education and held at the Bahrain National Stadium. Upon arrival, His Majesty the King was received by the Minister of Education, Dr. Majid bin Ali Al Naimi, and a number of senior officials at the ministry. The ceremony began with the national anthem. The festival began with welcoming speeches. يصل في هذه الأثناء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ليشمل برعايته الكريمة مهرجان البحرين أولا والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم للعام 11 على التوالي وذلك هنا في أستاد البحرين الوطني. ها هو رعاه الله يرسل رسالة للجميع بأهمية بناء هذا الجيل وشعاره البحرين أولا. وفي الواقع الملموس في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تم إنشاء وبناء مؤسسات عدة هدفها بناء الإنسان البحريني، الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، إنشاء كلية المعلمين في جامعة البحرين، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، مركز عيسى الثقافي، مستشفى الملك حمد الجامعي، ووقف عيسى التعليمي. ومن سبل تطوير التعليم في مملكة البحرين زيادة البعثات والمنح المخصصة لخريجي المرحلة الثانوية، وتشمل البعثات عددا كبيرا من التخصصات في عدة دول متقدمة في التعليم، بالإضافة لبعثات داخلية ومنح مالية، وهذا كله من شأنه تطوير الإنسان البحريني ورفع مستواه التعليمي والأكاديمي، مما يؤدي لتطور ورقي البحرين وتطور اقتصادها وتنوع مصادر دخلها. ها هو ملكنا الغالي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يشمل برعايته الكريمة الأبوية مهرجان البحرين أولا. هذا هو المهرجان الذي يقام على السنة 11 على التوالي. عاش عاش بوسلمان، عاش عاش بوسلمان، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك.
Following the national anthem, verses from the Holy Quran were recited. Also, the Minister of Education delivered a speech. الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. يشرفنا أن نرحب بجلالتكم في مهرجان البحرين أولاً الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم سنوياً احتفالاً بإنجازاتها التعليمية. يلا يا طلاب ويلا يا طالبات بأعلى أصواتكم، عاش ملكنا الغالي، عاش ملكنا الغالي، عاشت مملكة البحرين. إن خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب عبد الله مبارك السعيدي من مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جزاك الله خيرا. والآن مع كلمة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بهذه المناسبة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف بين يدي جلالتكم الكريم في هذا المهرجان الوطني الذي يتشرف برعايتكم الكريمة السنوية لأعبر لجلالتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منتسبي الوزارة من تربويين وطلبة. In the speech, the minister expressed thanks and appreciation to His Majesty the King for patronizing the ceremony and for his continuous support, which encourages the ministry's affiliates to exert further efforts to develop the educational march and to make more honorable achievements for the kingdom. He also affirmed
that His Majesty's patronage of the festival is a source of pride and an honor to the ministry, the organizers of the festival, and the students. The minister noted that the ministry had made further honorable educational achievements as a result of His Majesty and the government's support. وتقدير لكل من يخدم مملكة البحرين سيدي حضرة صاحب الجلالة بهذه المناسبة يشرفني أن أؤكد لجلالتكم أن الوزارة بتوفيق من الله تعالى وبرعايتكم الملكية السامية وبدعم حكومتكم الرشيدة قد حققت المزيد من الإنجازات على الصعيد الإنشائي أو تعزيز الخدمة التعليمية المقدمة للأبناء الطلبة بمن فيهم طلبة الجمج بزيادة عدد المدارس التي تخدمهم لتبلغ 77 مدرسة تجسيداً للبعد الإنساني لمشروع جلالتكم الحضاري كما حقق أبنائكم الطلبة هذا العام نتائج متميزة في الاختبارات الدولية لقياس التقدم في المهارات القرائية حيث حصلت طالبات مملكة البحرين على المركز الأول على جميع الطلاب والطالبات في الدول العربية المشاركة يضاف هذا الإنجاز إلى الإنجاز السابق في اختبارات الدولية للرياضيات والعلوم التمس العام الماضي حيث حقق طلبة البحرين أكبر نسبة تحسن بين الدول المشاركة ب45 نقطة معيارية هذا بالإضافة إلى العديد من الإنجازات في المشاركات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي سيدي حضرة صاحب الجلالة يحفظكم الله ويرعاكم أكرر خالص الشكر والتقدير لجلالتكم على الدعم والمساندة للمسيرة التعليمية وعلى رعايتكم لهذا المهرجان والشكر موصول إلى جميع الشركات والمؤسسات الداعمة مؤكداً بأننا سوف نظل على العهد دائماً تحت راية جلالتكم الخفاقة بكل معاني العز والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته His Majesty the King then delivered a speech addressing the students, teachers and attendees, expressing pride in this national occasion. He hailed the efforts of the Ministry of Education in organizing the festival, which is held under the theme 18 Years of Contribution. His Majesty hailed the educational march in the kingdom and directed to allocate the Distinguished Educator Award in appreciation for the efforts of all the distinguished teachers and educators who are working to preserve Bahrain's education pioneership and its scientific and cultural status. His Majesty stated that the festival reflects the single Bahraini family spirit. He concluded by announcing that tomorrow will be a public day off for all public and private schools. نسعد على الدوام بأن نلتقي بكم في هذه الاحتفالية الطلابية السنوية التي نحرص على حضورها ومشاركتكم فرحتها كما نشكر وزارة التربية والتعليم على تنظيمها لهذا الحدث الوطني الذي يأتي هذا العام بعنوان 18 عام من العطاء احتفاء بمنجزاتنا الوطنية المتواصلة ومن ضمنها ما تحققه المسيرة التعليمية المباركة التي سنحتفل قريباً وبإذن الله بذكرى انطلاقتها المئوية الحضور الكريم من منطلق تقديرنا لما يزخر به الميدان التربوي من جهد لافت وعطاء مخلص فقد وجهنا إلى تخصيص جائزة التربوي المتميز لتكريم أساتذتنا الموقرين والموقرات
نظير إسهاماتهم الجليلة ومبادراتهم الطموحة في الحفاظ على ريادة البحرين التعليمية ومكانتها العلمية والثقافية التي نعتز بها. وفي الختام نتوجه بالشكر والتقدير لكل من أسهم في الإعداد لهذا الحفل الوطني بمضمونه المعبر عن روح الأسرة البحرينية الواحدة وبرسائل المؤكدة على أهمية قيمنا الوطنية النبيلة. وقبل أن ننتهي نعلن أن بكرة بإذن الله إجازة للمدارس العامة والخاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر جلالة الملك المفدى على هذه الكلمة المعبرة التي تشكل لنا دفئاً لتحقيق المزيد من الإنجازات التعليمية. عاش الملك! عاش الملك! عاش الملك! عاش الملك! سيدي حضرة صاحب الجلالة، حفلنا الكريم تبدأ الآن فقرات مهرجاننا الوطني البحرين أولاً، والذي يحمل عنوان 18 عاماً من العطاء إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، والذكرى 18 لتسلم جلالتكم مقاليد الحكم. وقتاً طيباً نتمناه لكم. A national act was then performed by a number of the ministry's staff and students. والاعتزاز لجلالتكم. يا طويل العمر، اليوم عيالك اللي جمعهم حب الوطن وقيادته الرشيدة، اللي زرعت فيهم قيم الاحترام والتسامح والمحبة، مو بس في ديرتنا طال عمرك، يدك ممدودة بالعطاء للعالم كله. لما أنشأتوا مركز الملك حمد العالمي للحوار بين أتباع الأديان والتعايش السلمي، عيالكم يا أبو سلمان عيال البحرين، مهما اختلفت أديانهم وتنوعت أعراقهم إلا أن حب البحرين هو عنوانهم. تعالوا تعالوا يا يمة تعالوا، اليوم أبوكم أبو سلمان موجود في وسطكم. تعالوا يا يمة تعالوا، هذه عيالك يا أبو سلمان، يا وقلوبهم تروي قصة، قصة عهد أبو سلمان جيل بعد جيل، وشلون ازدهرت بلادنا في عهدك الزاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طويل العمر، 18 عام من الإنجاز، هذا شعار مهرجاننا اليوم بفضل شجرة المحبة اللي غرستوها فينا وسقيتوها بروحكم وعزيمتكم. اليوم نقطف ثمارها. طلابك يا أبو سلمان خلوا بلدهم تنال أعلى نسبة
أثبت تقدم من بين الدول اللي شاركت في الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم. والتقدم يا طويل العمر مو نقطة أو نقطتين، بل 45 نقطة. يا طويل العمر، مو بس كذي، ترى عندي بشارة أبشركم إن مملكة البحرين حققت إنجاز جديد في الدراسة الدولية لقياس التقدم في المهارات القرائية في أول مشاركة لها. طالبات البحرين حصلوا المركز الأول على جميع الطلبة من الدول العربية المشاركة، والبحرين اللي تفخر بإنجازاتها التعليمية تفخر بعد بتنوعها وتعايشها. صاحب الجلالة، أهديكم السلام والشكر من مدرستنا مدارس الإيمان، ونهديكم فوزنا في تحدي القراءة العربي وتفوقنا على 41,000 مدرسة. والفوز يا صاحب الجلالة تجسيداً لتوجيهاتكم للاهتمام باللغة العربية لغة القرآن الكريم، هويتنا ومصدر فخرنا واعتزازنا كل حين. طويل العمر، برقيتكم الكريمة أثلجت قلوبنا، بتبقى وسام على صدورنا. يحفظكم الله يا ملكنا، ويا السامعين قولوا آمين. آمين. وإحنا مدرسة البيان يا سيدي نهديك أحلى التحيات، ونضع بين يديك فوزنا على مستوى العالم في جائزة زايد لطاقة المستقبل، ونعاهدك بأن نكون فخرا لكل البحرين وصرحا للعلم والعلماء. يا طويل العمر، أنا أثني على كل اللي قالوا زملائي، وأتشرف بهذه المناسبة السعيدة أن أهديك شيئاً من مطبعة برايل واللي وفرتوها بدعمكم السخي يا صاحب الجلالة، وهي من أكبر المطابع في العالم لطباعة الكتب للمكفوفين. فتقبل مني هذا الكتاب المصحف الشريف اللي هو من إنتاجنا، داعية المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم. The affiliates of the ministry then presented commemorative gifts to His Majesty the King. The first highlighted the achievements of Bahraini students in the Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS, and the second was a copy of the Holy Quran written in Braille, which was issued in the ministry's publishing department, which is considered one of the largest printing houses for books for the blind internationally. تدوما. وقبل لا نرفع أيادينا نرفع قلوبنا ونقول عسى ربي يحفظك ويخليك ذخر للبلد وعيال البلد يا أبو سلمان يا الغالي. إنني للعلم أسعى أبدا، وسنى القرآن عندي موردا، فهو خير وملاذ وهدى، وثمار العلم أجنيها غدا. وطني يا حياتي يا ملاذي سكني، يا هنائي يا رجائي إني.
لك أحيا في رضا يسعدني، لك أحيا في رضا يسعدني. وطني أحيا على مر الزمن، إن تغنينا كثيرا للوطن، إن حميناه العوادي والكحل، إن حفظناه عزيزا دائما. وطني أحيا على مر الزمن. نسمع التاريخ يحكي عنك ذكرى، تملأ الأنفس إجلالا وفخرا، برجال قد بنوا للمجد صرحا، كتبوا تاريخنا سطرا فسطرا. عرفناها مدى الأيام درة، حققت للشعب من آماله، واستمرت في جبين الدهر غرة. سلام للمملكة
فضل جودك يا ابو سلمان تتمنى. سلام يا اهل الوفا والعز والهمه، وسلام للمملكه بالجود تتكنى. فخر الحضارة تباهي تبلغ القمة، شموخها في سما الأمجاد يتغنى. تاريخ يشهد على البحرين والأمة، المجد في عصرها بالخير يتسمى. رفرف علمها شموخ المجد والمعنى، رجالها رجال في الشدات والأزمة، الهم واقف على الطلات تتثنى. أشرق فجرنا يضحك وسلم هالوطن أحلى، ونادى يا ملك لك إحنا وشعبك المقدام. الحب استوى مسلك وطب كل مدى الأيام، والدار الدار والدار في ضرع عدلك للخير ماضية وقدام. تبني بيدك وتعطي من وفا مرام. وفضلك نحتفل كل عام. اصلح لي
امد عهدك ندعي دايما واعوام نسلم الوطن احلام ونادى يا ملك لك احنا وشعبك المقدام استوى مسلم وقتك كلمه الايام والدار الدار الأهل بها إذ برزت وطنا حرا به شعب أصيل يا عروسا كللوها ذلك الدهر الطويل فرح الأهل بها إذ برزت وطنا حرا به شعب أصيل حلم مر بنا ثم تحقق حاول الخصم تفاديه فأخفق يا لقومي إنها قصة فخر إنها نجم على الآفاق أشراق يا عروسا فرح الأهل بها إذ برزت ملك في مطلع الشمس مكانه ملك في مطلع الشمس مكانه وزمان الخصب والفضل زمانه وزمان الخصب والفضل زمانه نحن نحيا في ربيع غامر جاءنا يوما انتظرناه أوانه يا عروسا الأهل بها وطنا حرا به شعب أصيل يا مليكا صار للإخلاص آية نال منه شعبه كل الرعاية فتراه واقفا في كل فج يدفع العلم إلى أرفع غاية يا عروسا وحباك الله بالعز المبين أنت رمز لبلاد لم تزل تحفظ الود على طول السنين يا مشعل ضوه الأول تحية سيدي
الماهر وباني صرحنا العامر على درب الطموح امجاد كسبها القائد الظافر هو قوة الدفاع فهود بياض في الليالي السود مهب أهل الكلام الزود هذول ردهم بارود هذول ردهم بارود ملكنا القائد الأعلى يشك بكم يا لا يا مشعل ضوء أهل أول تحية سيدي وأهلا His Majesty the King then greeted the students who participated in the performance. His Majesty the King was then bid farewell. Bahrain Television will feature a special program for the Bahrain First Festival on Thursday after the 8 o'clock news. سترى أعمالها باهرة برزت في همة من أهلها. قلوبنا مزروعة بعطرها وغنى والطير يصدح في شجرها ومانينا ومانينا جميلة في بحرها جمال الأرض خلنا سويا نحبك دوم يا خير انزرع فينا في وسط قلوبنا شعل ضوية Yeah.
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received today the Executive Director of the United Nations Environment Programme, Eric Solheim, who conveyed to His Majesty the King the greetings of the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres. His Majesty requested the Executive Director to convey his greetings to the UN Secretary General and his wishes for him for further success to achieve the goals of the organization. His Majesty the King commended the close relations between the Kingdom and the United Nations in various fields, especially in the environment, affirming the keenness of Bahrain to develop cooperation with international organizations and its agencies to further enhance the development process in the Kingdom. His Majesty the King also noted the cooperation between the Supreme Council for Environment and the United Nations Environment Programme to hold joint projects in this regard. His Majesty also highlighted the achievements of the Kingdom in all the economic development, educational and environmental fields. His Majesty the King expressed his appreciation for the efforts and initiatives launched by the United Nations Development Programme, UNDP, in Bahrain, which contributed to enhancing the Kingdom's capabilities in the field of sustainable development and human development. His Majesty also affirmed the support of the Kingdom for all the initiatives of the United Nations organizations and its keenness to establish an effective partnership with it in the framework of its commitment to support international efforts to contribute to shaping a more prosperous future for the people of all countries of the world. His Royal Highness the Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa inaugurated yesterday Jumeirah Royal Sarai Bahrain Hotel in Seif District. His Royal Highness the Prime Minister asserted that the Kingdom of Bahrain has achieved a steady success in the tourism sector and has the elements and potential to ensure more accomplishment in the sector. His Royal Highness said that Bahrain's expansion of tourism facilities and resorts reflect the Kingdom's ideal environment for investment in the tourism and hotel sectors, as well as its distinguished position on the regional and international tourist map. His Royal Highness also said that the government works on tourism development through providing all the necessary facilities that encourage the private sector in investing in this field, reflecting positively on the national economy. His Royal Highness the Prime Minister toured the hotel as he was briefed on the facilities and services it provides. His Royal Highness also reviewed the different stages of the project. His Royal Highness toured an exhibition of the photographs of the construction and the building of the hotel. He also reviewed a model for the hotel and its facilities and listened to a detailed explanation from His Highness Sheikh Khalifa bin Rashid Al Khalifa about the hotel, its areas and facilities. His Royal Highness expressed his admiration regarding the hotel's modern, sophisticated facilities and services, praising the contribution of such projects in revitalizing the tourism movement in the Kingdom. His Royal Highness pointed out that the expansion of building hotels and tourist facilities is a significant step in the Kingdom of Bahrain to diversify sources of income and investment to serve the sector. His Royal Highness called for investing more in the tourism sector and benefiting from the facilities provided by the Kingdom in the establishment of tourist venues that meet the aspirations of visitors to Bahrain and suit Bahrain's tourism status in the region. In a speech marking the occasion, His Highness Sheikh Khalifa bin Rashid expressed his thanks and appreciation to His Royal Highness the Prime Minister for attending the opening ceremony of the Jumeirah Royal Sarai Bahrain Hotel. He also lauded the support of His Royal Highness the Prime Minister to all the initiatives that enhance the development of Bahrain, stressing that His Royal Highness is the first supporter of the Kingdom's development and his future vision has had a role in the development of Bahrain's progress march. He further stated that thanks to His Royal Highness, the Prime Minister, the keenness, the hotel sector has been a major contributor to the economic growth in the Kingdom. He added that the inauguration of the Jumeirah Royal Sarai Bahrain Hotel
is an indication of His Royal Highness's vision and guidance in supporting the economic growth in Bahrain by attracting investments that enhance the competitiveness of the kingdom. He also noted that the hotel is the first for the Jumeirah Group in the Kingdom of Bahrain and features a beautiful original and modern complex located on one of the most beautiful coasts of Bahrain, representing a new addition to the series of development projects that are taking place all over the kingdom and in various sectors. Addressing the gathering, the Group Chief Operating Officer of Jumeirah Group, Mr. Mark Dardin, expressed his thanks to His Royal Highness the Prime Minister for his inauguration of the hotel and support, in addition to the facilities provided by the government to implement the project. He said that the hotel is the first of the group in the Kingdom of Bahrain, and its construction was based on the Arab design and suits the character of the Bahraini and Gulf society. A video was also screened depicting the stages of the hotel's construction and its facilities. Two poems were also read on this occasion, and Bahraini music was played in addition to UAE musical folklore. French artist Michel Ribar also presented to His Royal Highness the Prime Minister a painting. The hotel comprises 167 rooms with two royal suites, in addition to a number of restaurants and recreation facilities, including a spa and a modern health club. The hotel is an important addition to the Jumeirah Group that plans to expand in the GCC area.